منح البرلمان في إيران الأربعاء الثقة لجميع أعضاء التشكيلة الحكومية التي اقترحها رئيس البلاد مسعود بسشكيان. بسشكيان في كلمة ألقاها عقب مصادقة أعضاء مجلس الشورى على الحكومة دعا إلى تعزيز ما سماه الانسجام الوطني والتماسك الداخلي. نحن هنا لحل مشاكل الناس، أنا لست هنا لأقف ضد المواطنين، من واجبي أن أفعل ذلك، حل مشاكلهم. كان في ذهني مرشحون مثاليون، لكن عندما رأيت أنه لا يوجد اتفاق بشأنهم تراجعت. الاتفاق أهم بالنسبة لي من المرشحين المثاليين.